السلام عليكم. كل يوم والتاني بنتفرج على انتقام شكله غريب، كل يوم والتاني بنتفرج على انتقام لطيف غريب مرعب مخيف وهكذا. موضوعنا هنطلع بيه لغاية تركيا. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه تحديدا حصل قدامي اكتر من مرة او من مرتين او ثلاث مرات كمان في مصر وفي مدن مختلفة. هنطلع بيها المرة دي لغاية تركيا، محافظة هناك او مدينة هناك في تركيا معروفة ومعروفة كمان بالتجارة وبالسياحة. الشاب اللي كان خاطب احدى الفتيات وبعدها انفصلوا علشان ينتقم منها قرر ان هو يعمل حاجة غريبة، الا وهي اتصل باكتر من 40 مطعم وقال لهم على وجبات معينة والوجبات دي كلها هيستلمها في البيت الفلاني وادالهم العنوان وقال لهم هدفع لكم الفلوس اول ما الدليفري يجي هسلم الفلوس على طول. طبيعي بتحصل كتير حاجة زي كده. اكتر من 40 فيسبا او موتوسيكل كانوا واقفين تحت البيت المنوط ليه وكلهم رايحين على العنوان في ميعاد واحد، والاربعين دليفري اللي كانوا متواجدين كلهم عملوا زي الحفلة تحت، كلهم طلعوا للبيت المنوط بيه او اللي واخد منهم العنوان وكلهم قالوا لهم انتوا طالبين الدليفري وجايبين لكم الاكل لغاية عندكم. اللي يفتح الباب يقول له احنا ما طلبناش اي حاجة. كل الدليفري كانوا متجمعين تحت البيت لدرجة ان هي متصورة الموضوع ده بالصوت والصورة وفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي واثار دجل كبير جدا في المنطقة العربية كلها حتى في الدول الاجنبية. الفيديو لمجموعة كبيرة من الدليفري اللي واقفين بالموتوسيكلات بتاعتهم او الفيزب بتاعتهم واقفين تحت البيت المنوط بيه العنوان اللي المفروض هيسلموه له الحاجة دي، وكل الدليفري متفقين ان هم طلعوا للبيت والبيت ده مش طالب اي اكل او خلافه. الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة جدا لغاية لما عرفوا ان الموضوع ده كان هدف منه انتقام من خطيبة احد الاشخاص اللي خاطب البنت فلانة الفلانية بعدها على طول علشان ينتقم منها بعت لها الموضوع ده. الفيديو كان مصار والفيديو كان فيه سخط كتير جدا وكان فيه برضو حاجة لطيفة جدا الناس كلها عمالة تتريق عليه. الناس كلها عمالين يقولوا على الاقل خالص البنت تقول لهم انا ما طلبتش حاجة، اللي اتصل بالتليفون هو اللي يعمل لكم الليلة دي كلها. هي مش المجادلة اللي احنا هنتكلم فيها او الجدال اللي احنا هنتكلم فيه ان مين صح ومين غلط ولا مين الضحك ومين الهزار ولا مين الجد، هي الليلة كلها على شكل الانتقام اللي بيحصل في الفترات الاخيرة من بعض الشخصيات اللي عندها تفكير معين. الانتقام كان شكله غريب شوية ولكن عند البعض زي ما قلنا انتشر علشان غريب عند البعض، لكن قدامي الموضوع ده حصل اكتر من مرة ولكن ما كانوش 40 او اكتر من 50 مطعم، لا ده كان هو مطعم او مطعمين بالكتير وكان الحساب غالي فيهم شوية حوالي 2000 او 3000 جنيه في كل اوردر من الاوردرات دي. ورجعوا بالليلة دي كلها وتعرف الموضوع ان الراجل اللي هو كان مرتبط باحدى الشخصيات او احدى الناس برضو زي الموضوع ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه علشان ينتقم من الشخصية دي او من الانسانة دي بعت لها الموضوع ده. تفاهة ما بعدها تفاهة. هو الدليل في حاجة زي كده ان التفاهة في العقل او الاختيار كان غلط من الاول والتفكير حتى كان طفولي بدرجة كبيرة جدا. رأيكم في الموضوع ده ايه؟ ورأيكم في الانتقام اللي حصل ده ايه؟ على فكرة الموضوع ده موجود زي ما قلنا بالصوت والصورة ومتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي كلها. رأيكم يهمنا في الموضوع ده تحديدا، ويا ترى حصل لحد قبل كده موقف زي اللي احنا بنتكلم عليه ولا الموقف ده ما ينمش الا على طفولية الشخص اللي عمل حاجة زي كده. السلام عليكم.